والآن مع المتسابق الأخير في هذه الفترة، شهيد الإسلام كوثر شيخ من جمهورية بنغلاديش، ويتقدم بفرع تلاوة القرآن الكريم وتجويده برواية حفص عن عاصم. أسعى لنهضة أمة ضلت زمانا عاجزا، أدعو الكرام وصحبتي في كل عام منجزا. وفي الختام أضمهم والفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإن
عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اختم بارك الله فيك. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أحسنت بارك الله. تحية وبإذن ربي فائزة بنت الكويت الجائزة. الحمد لله في البداية والشكر له في الختام، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام، صلاة وسلاما دائمين ما تعاقبت الليالي والأيام. صلت عليك ملائك الرحمن وسر الضياء بسائر الأوطان، لما اطلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. وهكذا أيها الأحبة الكرام، بقراءة المتسابق شهيد الإسلام كوثر من جمهورية بنغلاديش.